السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم محمد عبد السلام. النهاردة معانا شرح جديد، هو أفضل 4 طرق لإزالة الكتابة والنصوص من الصور. هنستخدم برنامج الفوتوشوب CC، زي ما انتوا شايفين. اللي عنده إصدار قديم يقدر برضو يشتغل عليه نفس اللي احنا هنعمله، برضو يعمله في C6 أو C5، تمام؟ الإصدارات القديمة على الفوتوشوب تقدر تستخدم نفس اللي احنا هنعمله في الشرح النهاردة، ازاي نقدر نمسح ونحذف النصوص والكتابة من داخل الصور دون التأثير على جودة الصورة كما هي. تابعوا معي. أول طريقة معانا، أنا جبت لكم مجموعة صور كده هنشرح عليها. أول طريقة معانا، هنستخدم الأداة اللي اسمها سبوت هيلينج براش تول، زي ما انتوا شايفين معاه، اللي هي أول اختيار ديت، تمام؟ هنضغط عليها، هنصغر من فوق هنا الدايرة زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنسحب زي ما انتوا شايفين كده. بسحب كده بيمسح معايا. زي ما انتوا شايفين كده، انا استخدمت الطريقة ديت ومسحت بيها، طريقة سهلة جدا وجميلة. برضو لو احنا عاوزين نمسح الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده دون التأثير على جودة الصورة، طريقة جميلة جدا وسهلة. بعد كده نيجي للطريقة التانية، اللي هي معانا نيجي نرجع معانا صورة، معانا صورة تانية نجرب عليها الطريقة الأولى برضو علشان نبقى تجربة برضو معانا. زي ما انتوا شايفين كده بسحب كده، بحدد النص اللي انا عاوز امسحه، زي ما انتوا شايفين كده بمشي، بظلل على الكتابة اللي انا عاوز امسحها، زي ما انتوا شايفين كده، طريقة جميلة جدا الطريقة الأولى. لو رجعنا تاني نجرب الطريقة التانية معانا، نرجع تاني، حبينا نجرب الطريقة التانية معانا، الطريقة التانية اللي هي نفس برضو الخيارات. هنيجي على الخيار ده، بس قبل ما نيجي الخيار ده هنقوم على سيلكت، هنحدد الجزء اللي احنا عاوزين نمسحه، نحدد بالشكل ده، ونيجي على الخيار اللي هو باتش تول، ونسحب في الجزء اللي هو الفاضي زي ما انتوا شايفين كده. هقعد اسحب في الجزء اللي تحت الكلام الفاضي لحد ما يظبط معايا. طالما ظبط معايا يبقى تمام كده. نيجي على سيلكت فوق ونقول له دي السيلكت علشان يشيل التحديد زي ما انتوا شايفين كده. دي الطريقة التانية معانا. نيجي نستخدم الطريقة التالتة، نفس الطريقة برضو، هنيجي نرجع الصورة، هنستخدم أداة السيلكت، وهنيجي جنب الكلام أو النص اللي احنا عاوزين نشيله، وهنقوم عاملين سيلكت بسيط كده بسوى الكلام، ونيجي على دات الموف ونضغط نعلم على المربع شاو هنا، ونقوم ساحبين، نيجي بالشكل ده، نقوم ساحبين كده زي ما انتوا شايفين كده، اسحب كده واشيل كده لفوق،
زي ما انتوا شايفين كده، ونيجي على سيلكت تيست سيلكت كده، شلت النص بالطريقة التالتة. نيجي برضو معانا الطريقة الرابعة والأخيرة معانا، اللي هي هنشيل النص بنفس لون الخلفية. يعني هنيجي على السيلكت ونحدد النص اللي احنا عاوزين نشيله، تمام، وهنيجي على علامة اللي هي البينت باكت تولز، اللي هنملى بقى الالوان، ونيجي نختار اللون الخلفية اللي هو اللون ده، تمام. شفت علامة السكينة ديت؟ نضغط على نفس اللون بتاع الخلفية واوكي، ونقوم ضاغطين نقعد نملى لحد ما يملى معانا. نملى نملى نملى، ضغط كليك شمال شمال لحد يتملي معانا، تمام. زي ما انتوا شايفين كده النص اتشال بنفس لون الخلفيه بتاع الصوره. الطريقه دي جميله جدا، ونقدر نستخدمها في كذا صوره بنفس اللون بتاع الصوره. كده استخدمنا اربع طرق لازاله النصوص الكتابه من الصور. لو اي حاجه مش فاهمينها في الشرح تقدروا تكتبوا لي تعليق او ترسلوني على صفحات التواصل الاجتماعي، سواء فيس او تويتر او واتس، اي منهما تقدروا تتواصلوا معايا عليه. ولو استفدتم تقدروا تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان تتابعوا كل جديد منزله. ده يدعموني. كان معاكم اخوكم محمد عبد السلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.